فيديو منتشر بكثافة على سوشيال ميديا الحرب الروسية الأوكرانية لفريق نظام الدفاع الصاروخي الروسي تور ام 2 اللي نجح في تدمير طائرات مسيرة أوكرانية بمنطقة العمليات العسكرية الخاصة كجزء من الجهود المستمرة للتصدي للهجمات الجوية الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية أكدت كفاءة الأنظمة دي اللي بتساهم بشكل كبير في حماية الأهداف العسكرية والمدنية في روسيا زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي ده. عملية روسية اشتركت فيها كل الوحدات، ده الوصف اللي استخدمه حساب روسي على السوشيال ميديا بيوصف به هجوم روسي على مواقع أو موقع للقوات الأوكرانية في كورسك، وبيحدد القوات اللي شاركت فيه ومعداتها العسكرية كمان. الهجوم الروسي كان بدبابات T-75 ومدرعات. هجمت القوات الأوكرانية تحت غطاء من نيران المدفعية طويلة المدى والمسيرات. ووفقا لحسابات على السوشيال ميديا العملية كانت بعد معلومات استخباراتية واستطلاع لأماكن تمركز القوات الأوكرانية في كورسك. نقدر نوصف العملية بالمتكاملة لكل وحدات القوات البرية. خلونا نشوف. We'll be right back.